مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة وإن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، يلا بينا. نعمل ثقب البتنجان والبندورة والفلفل، ونوضعهم في الفرن على حرارة مرتفعة. نشغل الفرن من فوق وبعد شوية بنقلبهم على الوجه الثاني. نعمل ثلاث نكهات مختلفين، نفرم الفلفل ونوزعه على صحنين حصتين، والبندورة نفس الشي نفرمها ونوزعها على اثنين. طبعا في كتير وصفات لبابا غنوج ومختلفة، أنا عملت اليوم ثلاث نكهات مختلفين. نفس الشيء نفرم البتنجان، نرفع القشر وبخلي شوية من القشر البتنجان لأنه بيعمل طعم كتير كتير طيب. وإذا أنتم مش حابين هالشي ممكن ترفعوا القشر كله، ولكن أنا بخلي شوية من القشر البتنجان، بعمل نكهة كتير كتير طيبة مثل ما انتو شايفين. وإذا مش حابين ارفعوا نفرمه في السكين ناعم والتاني والتالت نفس الشي. الاثنين بالبندورة والتالت هداك نحط له شبت أخضر. ملعقة عصير ليمون أو حسب الذوق، طحينة معلقة طعام، قليل من الملح نصف معلقة صغيرة، وفص ثوم. ملعقة كبيرة دبس الرمان، عصير ليمون، عين جرادة ناشفة وملح وطحينة معلقة. عين جرادة ناشفة وملح، قليل من الملح نصف معلقة صغيرة، وطحينة معلقة كبيرة، ملعقة عصير ليمون، وزبادي معلقتين كبار. نخلط جيد. طبعا المكونات اختيار، يعني فينا احنا نشيل شغلات، فينا نزود، فينا ليمون يكون نصف معلقة معلقة، الطحينة نفس الشيء، الجرادة نفس الشيء، فينا احنا نشتغل في العيارات مثل ما بدنا. صحة وألف عافية، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. حط زيت زيتون هون، بندورة للتزيين.
ولا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. أتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كتير لكم، وانتظرونا بوصفة جديدة. مع السلامة.